زيارة مسلم بن عقيل عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصالحين والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا مسلم ابن عقيل. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرسل والصبط المنتجب والدليل العليم والوصي المبلغ والمظلوم المهتظم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وعنت، فنعم عقب الدار. لعن الله من خذلك وغشك. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا عبد الله وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته على روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين
فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا شملا إلا جمعته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا عريانا إلا كسوته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا